رجل ذهب بزوجته عند أحد الرقاة للقراءة عليها، فطلب منهم الراقي مبلغ 665 ريالا قيمة العلاج المكون من الزيت والماء المقروء فيه وبعض الأعشاب، وقال: لا تخبروا أحدا بأنكم تعالجتم عندي. فشك الرجل في أمره ويريد التوجيه، هل يذهب إليه أو لا يعيد الكرة معه مرة أخرى؟ أبدا لا يذهب إليه، هذا طمع، هذا عنده طمع كبير ويستغل الناس ويستنفذ أموالهم. المفروض أنه يحسن إلى الناس ويرقيهم وينفعهم، وإذا أعطوه شيئا يأخذه، أما أنه يشترط عليهم يقول ما أرقيكم إلا بكذا، فهذا متاجر، هذا ليس راقيا وإنما هو متاجر. نعم.